حسن، نحن بقرب البحيرة الآن. البحيرة هادئة ولامعة كالزجاج. يا لك من طفل ساذج، فكيف تصدق قصة كهذه؟ أيها العجوز الغبي، احفظ لسانك. أيها العجوز، هيا أخبرنا بكل ما تعرف وإلا فسنؤذيك. لا أعرف شيئا ولم أسمع بهذا الموضوع أبدا. لا تكذب، فلابد أنك تعرف بعض الشيء حول هذا الموضوع. هيا هيا. إنني لا أعرف شيئا. يا لك من عنيد. حسن، سنعود ثانية. انتبه لنفسك أيها العيل العجوز. وأنت أيضا اترك هذه الخرافات وتوجه نحو الحقيقة. سأقتلك. دعه ولنذهب. كن مؤدبا أثناء الكلام. إذا كانت القصة ليست حقيقية فمجيئنا عبث. لا تكن مترددا، فأنا متأكد من أن القصة حقيقية. وأنا كذلك، فهذا العجوز لا يعرف شيئا. لماذا لا نضربه ونرغمه على قول الحقيقة؟ إنه عنيد وسوف لا يخبرنا بالسر لو ضربنا. هيا لنختبئ في مكان ما، ربما نستطيع الحصول على المعلومات. أجل، إن هذه فكرة رائعة. يا للضخامة، هناك شيء مجهول في هذه البحيرة. ما هو؟ هيا نبدأ بنصب الخيمة يا أولاد. هيا تهيأوا. والآن يا أحبائي، فقد انتهى دوري بترتيب المكان. أبي، لقد جاء دورك الآن. ليست لدي أي فكرة يا سنان، ما العمل؟ أخبرنا بقصة الشبح. أجل، أرجوك، تبدو أنها فكرة جيدة. كلا كلا، لا أريدها. كلا، لا تكوني جبالة. هل بإمكاني مساعدتك؟ ما الذي جاء بكم؟ ألا تعرفون أسطورة هذه البحيرة يا سيدي؟ من الأفضل لكم أن تغادروا هذه البحيرة حالا، لقد حل البلاء فيها. يا له من مشؤوم. أبي، ماذا يعني بكلامه هذا؟ طيب، فهناك قصة أسطورية قديمة تتحدث عن البحيرة. أسطورية؟ نعم، إنها قصة محزنة عن الأميرة. في يوم من الأيام كانت تعيش في مملكة الأيائل أميرة جميلة. خطبها أمير كريم، وكان شابا جميلا وقويا وشهما، وقد كان مثالا للزوجين المتحابين. ولكن حدث شيء مخيف ومروع، فقد مرض الأمير مرضا شديدا، ونودي على كل الأطباء الماهرين لمعالجته، ولكن مرضه كان مهلكا. وكم تمنت الأميرة أن تتحسن صحة زوجها، ولكنها قررت في نفس الوقت أن تخلصه من آلامه بنفسها، إذ فقدت الأمل بتحسن صحته. لقد قتل الأمير بيد الأميرة. لقد قتلته وأراحته، وقد اتهمها الناس بالخيانة وعمت الفوضى المدينة كلها. ولم يستطع الملك مواجهة الموقف إلا بإدانة ابنته لكي يهدأ الناس. عندما نسي الناس هذا الحادث المروع، أطلق سراح الأميرة، فذهبت حال خروجها إلى البحيرة حيث اعتادت أن تلعب مع حبيبها.
فأغرقت نفسها فيها لتلتقي بحبيبها ثانية في العالم الآخر. شيء محزن. مسكين. وبالمناسبة فقد انتشرت بين الناس إشاعة تقول إن الملك قد دفن ممتلكات الأميرة ومجوهراتها في مكان ما من البحيرة لكي ترتديها روح الأميرة، وبالطبع كانت مجوهراتها رائعة وثمينة. واللصوص وغيرهم حاولوا العثور عليها وبحثوا في كل مكان في البحيرة، ولكنهم جميعا ماتوا أثناء محاولتهم بالبحث عنها. ولم يعثر عليها أحد. وهذا الآيل العجوز؟ أجل، فإنه هو البلاء الذي حل هنا. يا له من مشؤوم، فلنذهب إلى مكان آخر غدا صباحا. لا تقلقي، فإنها ليست قصة حقيقية. وكيف ذلك؟ أما تعتقدان بأن الأميرة موجودة في الحقيقة؟ نعم، إنها حقيقية. إذا كان الأمر كذلك فسيأتيك شبهها من الخلف. صوتي معنا. لا تخاف. ما الذي تفعلونه هنا؟ نتمشى قليلا. أيها الأيل العجوز، هل الأميرة موجودة فعلا؟ لا أدري، ولكن الشيء الواقعي أن بلاء ما حل في هذه البحيرة. انظر إلى هناك. ماذا؟ هذه جزيرة. كم أتمنى الذهاب إلى هناك. لا تذهب إلى هناك. لماذا؟ لا تسألني لماذا، ففي هذه الجزيرة البلاء، فلا تذهب، لا تذهب إلى تلك الجزيرة. إنه غريب. هل سمعتم؟ بالطبع سمعنا. هيا بنا لنذهب. نعم، إلى تلك الجزيرة. انتظروا، نحن بحاجة إلى مركب. ماذا تعتقد يا بنان؟ حول ماذا يا سنان؟ حول هذه الجزيرة. إنه قلق لمعرفتنا بها، فيجب أن يكون هناك سر ما. بنان، نحن شجعان، أليس كذلك؟ بالطبع. سنان، أنت لا تعني. ألا تريد أن تعرف سر هذه الجزيرة يا بنان؟ طبعا، ولكن ألم تقل بأنك شجاع؟ فأين هي الشجاعة؟ حسن، إذن سأذهب معك. يا صديقي يا بنان. بنان، أنت صديقي المفضل، وأنا سآتي أيضا معكم. لا أيضا؟ هذا صحيح؟ طبعا بالتأكيد. عودوا إلى هنا قبل حلول الظلام، فستكون ذكرى رائعة لكم لو وجدتم شيئا في تلك الجزيرة. حاضر، إلى اللقاء. وداعا. إني قلقة من أجلهم يا رحمون. الأولاد يكبرون ويغامرون ويكتسبون الخبرات المختلفة. الآن أقرب مكان للجزيرة هذا الجزء من الساحل، وربما سنجد مكانا أفضل لو بحثنا في الغابة يا بنان. هيا بنا. هيا. هذه النهاية. ماذا سنعمل؟ عودوا حالا.
من هذا؟ هيا عودوا. من أنت؟ أنا الأميرة زوزو. لا أين اختفيتي؟ لا هل أنت بخير؟ سينار بنان أين أنت؟ بنان إني خائفة بنان. هاي سنان إنني هنا. أوه بنان أين أنت؟ إنه أنا يا لالا. أوه لقد أفزعتني. بل أنت التي أفزعتني وأنت تبكين وتصرخين. ما الذي حدث يا بنان؟ انظروا ماذا. أوه كيف. إنه عميق جدا. إنه عجيب. هيا بنا لندخله. حسنا هيا يا لالا. أريد العودة إلى الغابة. ألا تذهبين معنا إلى الجزيرة؟ أظن أن هذا النفق يقودنا إلى الجزيرة. ولكن هيا بنا يا لالا. هيا. بنان انتظر لحظة. ما الذي حدث؟ هل أنت خائف؟ سنان هيا بنا نعود إلى الغابة. لا لست خائفا، بل لنجلب نباتا متسلقا من الغابة ونأخذه معنا. وما الذي ستفعله بالنبات المتسلق؟ يبدو أن النفق طويل جدا، لذا سنستخدم النبات كدليل لنا لكي لا نضيع الطريق. هكذا إذن فكرة حسنة. سنجد الكنز ونصبح من كبار الأغنياء. إننا بالتأكيد محظوظون، فلو لم تتعثر وتسقط صدفة لما عثرنا على النفق، فإنك رمز الحظ إذن. هذا هو الطريق، أليس كذلك؟ إنه بالتأكيد هو، ونحن اكتشفناه. هيا بسرعة. لا تخافي يا لالا، لا تخافي. ياهو. رائع وعجيب. هذا مفترق آخر. أي طريق سنسلك؟ ربما الجانب الأيسر، فالرياح تأتي منه. هيا إذن. لقد نجحنا، إنها ليست حلي الأميرة ولكنها كنز. إنها هي بالتأكيد، لقد أصبحنا أغنياء ونملك الكثير. يهو هناك شخص ما. من المحتمل جدا أن يكون شبح الأميرة. ماذا سنفعل؟ لنذهب ونرى. هيا بنا. يا لك من أحمق، لقد تعبنا من أجل الحصول عليها، وها أنت لا تعرف كيف نعود بها. اخرس. صحيح أننا أصبحنا أغنياء، ولكن كيف سنستخدم المال في هذا المكان؟ إن هذه غلطتك. ماذا؟ توقف عن العراق، فهناك شخص قادم إلينا. ماذا؟ ربما يعرف هذا الشخص طريق العودة. لقد وجدنا المدخل. يا للروعة، إنها تستحق المجيء من أجلها. أجل، فقد نسيت الفزع الذي مررنا به.
الذي حدث يا ليلى؟ مرحبا بكم، فقد قطعنا طريقنا، فهلا ارشدتمونا؟ هيا تكلموا. نعم. حسن جدا، ساعدونا على حمل هذه الحقائب. فكرة جيدة انكم استخدمتم النبات المتسلق. انهم اكثر ذكاء منا. هيا بنا. من قطع النبات المتسلق؟ اللعنة عليه، اذا عرفت من فعلها فسادق عنقه. علينا الان ان نتلمس الطريق بانفسنا. اوه، منحدر خطر جدا. النجدة. حسنا افيدك. ارمي هذه الحقيبة. ارمي هذه الحقيبة. كلا، فإن في هذه الحقيبة أحجاري الثمينة. يا لك من شخص جشع، فارمها ولنقتسم أحجاري بالتساوي. حسن. امسكوا الحبل وتسلقوا. ما العمل الان؟ ماذا تنتظرون؟ اتركوا هذه الحمولة. هذا المكان خطر جدا، هيا اتبعوني. هيا اصعدوا بسرعة. هذا هو ابني في الواقع. ماذا؟ والقصة التي حكيتها لكم لم تكن حقيقة، فقد نسجتها من خيالي. فهذه الجزيرة في وسط البحيرة جميلة جدا، ولكن الكثير من الرجال الجشعين جاءوا لأخذ حجارتها الثمينة، فأدت معاركهم إلى تخريب الجزيرة، فرغبت بإبعاد أي شخص عن الجزيرة. لذلك فقد اخترعت هذه الأسطورة الكاذبة وجعلت من ابني شبحا. ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا العمل بعد الآن. انظروا جميعكم، لقد غاصت الجزيرة. إني سعيد لأن الأحجار الثمينة قد غاصت مع الجزيرة، فالكثير من الناس قتلوا من أجل الحصول على هذه الأحجار. فهل ستسعون بعد الآن الحصول على الأحجار؟ لا 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 لا. إني أشعر بارتياح بالغ. هل تعتقدين بأن تلك القصة خيالية يا لالا؟ أعتقد أنها قصة حقيقية، وأعتقد أيضا بأن الأميرة غضبت فحدث الزلزال. ارتاحي في هدوء أيتها الأميرة.